السلام عليكم يا شباب، معاكم فاروق. سوق جي اس ام بيضم عشرات المنتجات الخاصه بسوفت وير الموبايل، ومنها منتجات قديمه وعريقه وموجوده في الماركت من فتره طويله، ومنها منتجات تانية عمرها في الماركت لا يتعدى كام سنه. ورغم كده المنتجات دي اثبتت قوتها واستحوذت على نسبه كتيره من مستخدمين منتجات جي اس ام. ومن المنتجات دي اداه انلوك او انلوك تول، واللي انتشرت بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت بين مستخدمين منتجات جي اس ام. وفي الفيديو ده هنعرف مع بعض ليه اداة انلوك بقت خيار مفضل بالنسبة لفنيين السوفت وير، وهنحاول نعرف مع بعض اسباب انتشارها بين فنيين السوفت وير، وهنعرف الاختلاف بينها وبين باقي منتجات السوفت وير التانية الموجودة في الماركت. فلو انت مهتم بمجال سوفت وير الموبايل وعايز تتعلمه وتتعمق فيه، فانزل اشترك معنا في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الشروحات الجديدة. وهتلاقي في القناة هنا فيديوهات وشروحات مهمة وهتفيدك جدا لو عايز تتعلم مجال سوفت وير الموبايل من الصفر للاحتراف. وتقدر تشترك كمان في كورسات جوكر سوفت لاحتراف مجال سوفت وير الموبايل، واللي بتبدأ معاك من الصفر وبدون تواجد اي خبرة مسبقة عندك عن مجال سوفت وير الموبايل لحد ما نوصلك لمرحلة الاحتراف بأمر الله. وروابط الكورسات هسيبها لكم في وصف الفيديو. وتعالى دلوقتي اقول لك ليه اداة انلوك تول انتشرت بالشكل ده بين السوفتاجية. تعال في البداية خلونا نعرف شوية معلومات عن انلوك تول. اداة انلوك هي منتج من منتجات جي اس ام، وخاصة بالتعامل مع اجهزة الموبايل باختلاف براندتها واختلاف المعالجات اللي عليها، وبتدعم مجموعة كبيرة من براندات الاندرويد، وكمان بتدعم التعامل مع اغلب معالجات الموبايل زي معالجات ميديا تك وكوالكوم وسبريد، وكمان معالجات كيرن لاجهزة هواوي زيها زي باقي المنتجات الموجودة في السوق حاليا، بالاضافة لقائمة خاصة باجهزة ابل، ودي مش موجودة في بعض المنتجات التانية، واللي كانت سبب من اسباب انتشار الاداة بالشكل السريع ده. وبدأت الاداة في الظهور تقريبا في سنة 2021، ومع مرور الوقت انتشرت الاداة بشكل سريع ومتزايد عند فنيين السوفت وير، لحد ما استحوذت على نسبة مش قليلة من سوق جي اس ام وحجزت مكانها بين المنتجات الموجودة حاليا. طيب نيجي للسؤال المهم، وهو ليه اداة انلوك تول انتشرت بسرعة كده وبقت اداة اساسية عند فئة كبيرة من الفنيين؟ بص يا باشا، فريق انلوك تول ما اخترعش العجلة من البداية خالص، لكن درس منتجات جي اس ام كويس واخد اهم المميزات اللي فيها وبدأ يبني عليها ويطور في الاداة بتاعته مع الوقت، وبالتالي انلوك تول نزلت بمجموعة من المميزات المفيدة للمستخدمين. وخلونا نعرف مع بعض اهم المميزات دي، وطبعا اللي هقوله في الفيديو ده هو من وجهة نظر الشخصية، لان اكيد في ناس تانية ممكن يشوفوا مميزات او عيوب مختلفة عن الحاجات اللي انا لاحظتها. ونبدأ باهم الاضافات والمميزات الموجودة في الاداة. واول ميزة في الاداة انها اونلاين اكتيفيت، يعني بتشتغل اونلاين بدون تواجد قطع هاردوير، سواء كانت قطعة بوكس او دونجل، لكن هتحتاج للاتصال بالانترنت، يعني تقدر تحمل الاداة من الموقع الرسمي وتشغلها وتكتب معلومات حسابك، الايميل والباسورد اللي انت سجلت بيهم على الموقع، وبعدها تقدر تستخدمها في اي وقت وفي اي مكان براحتك. ورغم ان دي ميزة مهمة واغلب ادوات السوفت وير حاليا بقى ليها تفعيلات ديجيتال اونلاين او بتسعى ان يكون لها تفعيلات ديجيتال، لكن برضو تعتبر ميزة غير محببة لبعض المستخدمين زي ما هنعرف مع بعض في اخر الفيديو. وتاني ميزة في الاداة وهي تصميم الواجهة، واللي بتتميز بالسهولة والوضوح والتصميم العصري، واحنا تعودنا ان تصميم اغلب ادوات وبرامج السوفت وير كان عبارة عن مجموعة من التاب كنترولز المرصوصة جنب بعض، واللي من خلالها بنقدر نتنقل بين قوائم البرنامج المختلفة، وكل تاب او قائمة من القوائم دي بتضم مجموعة مختلفة من العمليات او مجموعة من براندات ومعالجات الموبايل. وده كان ستايل تصميم واجهات المستخدم العادي والتلقائي لاغلب منتجات السوفت وير اللي بنشتغل عليها، لكن انلوك تول تخلت عن التصميم الاعتيادي ده واستبدلت مجموعة التاب كنترولز بمجموعة من الازرار في تصميم واجهة البرنامج. والتصميم ده ممكن يكون افضل واسهل بالنسبة للمطورين، لان المطور بيقدر يحط صورة البراند او صورة المعالج خلفية للزر، وبالتالي المستخدم بيحس بالسهولة لما بيلاقي صور كل البراندات قدامه في الواجهة زي ما شايفين كده، بدلا من التصميمات القديمة. وعلى فكرة انلوك تول مش اول اداة اشتغلت بتصميم الازرار بدل التاب كنترولز، لان سبقها في الموضوع ده EFT برو دونجل، واللي برضو اعتمد على الازرار في تصميم واجهة البرنامج الخاص
بيه. لكن الفرق ان EFT اكتفى بكتابة اسماء البراندات والمعالجات على الازرار بدون ما يحط خلفيات صور للبراندات والمعالجات، وكمان مكان وترتيب الازرار في EFT برو كان في جنب البرنامج مش في اعلى البرنامج زي انلوك تول. لكن الفكرة واحدة. وتالت ميزة وهي وضع الدارك مود، لان انلوك تول بتعتمد على سيم وستايل الوضع الليلي او الدارك مود، وده بشكل افتراضي واساسي واللي بيميزها عن اي اداة تانية، لان دايما وضع دارك مود بيكون مريح اكتر للعين عن السمات والتصاميم التانية، خصوصا لو انت بتقعد قدام الكمبيوتر فترات طويلة. وانا شخصيا بحب وضع الدارك مود في كل حاجة بستخدمها على الكمبيوتر عموما، سواء كان برنامج او اداة او مواقع الانترنت ومنصات السوشيال ميديا زي يوتيوب وفيسبوك. وبالرغم من ان في منتجات تانية بتدعم ميزة الدارك مود، لكن مش بنفس شكل وتصميم انلوك تول واللي له طابع خاص، لان المطورين اهتموا ببساطة البرنامج وتناسق وتجانس الوانه في وضع دارك مود. وفي اغلب الوقت وانت بتتصفح اي موقع او جروب على فيسبوك وشفت اي بوست ما وفي صورة البرنامج في وضع دارك مود، فمن غير ما تفكر كتير بتكون عارف ان دي واجهة انلوك تول. ورغم ان الدارك مود هو السيم الاساسي والافتراضي، لكن الاداة دعم سيم وشكل تاني وهو الشكل الاعتيادي والمتوافق مع شكل وتصميم انظمة ويندوز، لكن انا حاولت اختاره وشغل الاداة علشان اجرب واشوف، لكن الاداة فتحت معايا واجهة البرنامج على وضع دارك مود برضو، فمعرفش هل دي مشكلة عندي او مشكلة في الاداة نفسها. ولو حد فيكم جرب يختار سيم ويندوز وظهر معاه ياريت يقول لنا في التعليقات. والميزة الرابعة وهي ميزة الاوتو ابديت او التحديث التلقائي، يعني مجرد ما تشغل الاداة البرنامج بيبدأ في الاتصال بالسيرفر وقاعدة البيانات، وبيبدأ يشيك على إصدار البرنامج اللي عندك، ولو تم إصدار تحديث جديد أعلى من اللي انت شغال عليه فالبرنامج بيعرفك ان في تحديث جديد، والبرنامج بيعمل ابديت اوتوماتيك بدون اي تدخل منك وبيبدا يحمل التحديث الجديد. وطبعا الميزه دي موجوده من فتره طويله في منتجات تانية زي EFT واوكتو بلس وزد 3X وبعض المنتجات والادوات التانية، خصوصا المنتجات الجديده منها. لكن برضو لسه لحد دلوقتي في منتجات بتعتمد على التحميل المباشر للتحديثات زي NCK وUMT وCM2 كمثال، وبالتالي لازم انت اللي تدخل على مواقع ومنتديات GSM زي GSM هوستنج مثلا او جروبات وصفحات السوشيال ميديا وتشيك بنفسك على اخر التحديثات وتعرف هل تم اصدار تحديث جديد ولا لا، ولو في تحديث جديد يبقى لازم انت اللي تحمله من الانترنت وبعدها تثبته على جهازك. وطبعا ده شيء ما عادش محبب للسوفتجية وممكن يتعبهم وياخد من وقتهم، لان ميزة الاوتو ابديت المفروض انها بقت ميزة واضافة اساسية لكل الادوات والمنتجات الجديدة، وحتى المنتجات القديمة بقت بتحاول تضيف الميزة دي لمنتجاتها مع الوقت، وده بالنسبة لأهم المميزات اللي تخص واجهة وتصميم انلوك تول. لكن طبعا الميزات دي مش كفاية انها تخليني كفني سوفت وير ان افعل الاداة، لان مطلوب ان الواجهة تكون حديثة وبتصميم عصري وبتعتمد على احدث الاضافات والتقنيات. لكن الاهم بالنسبة ليا كفن سوفت وير هي دعم البراندات والمعالجات والعمليات اللي عليها، لانه قلتلكوا قبل كده ان ممكن اتحمل الشغل على واجهة تصميمها عادي وبسيط زي مثلا واجهات MRT وميراكل بوكس وNCK وUMT وغيرها من الواجهات دي، لكن بكون عارف قبلها ان العمليات اللي على المنتجات دي بتكون عمليات ناجحة وبتنجز لشغلي. وبالتالي خلونا نعرف اهم مميزات الاداة في دعم البراندات والمعالجات. واول ميزة وهي ان اداة انلوك من نوعية برامج وادوات AIO او All in One، يعني الاداة بتدعم مجموعة من البراندات والمعالجات المختلفة في برنامج وواجهة واحدة، بعكس بعض المنتجات التانية زي CM2 UMT وNCK مثلا واللي بيدعموا معالجات وبراندات كتير لكن من خلال برامج وواجهات مختلفة، يعني هتلاقي ليهم برنامج مخصص للتعامل مع معالجات ميديا تك فقط، وبرنامج تاني مخصص للتعامل مع معالجات كوالكوم فقط، وبرنامج تالت مخصص للتعامل مع معالجات سبريد، وهكذا. يعني كل معالج بيكون له وجهة وبرنامج خاص بيه، بعكس انلوك تول اللي بتدعم كل البراندات والمعالجات في وجهة وبرنامج واحد. وكمان اداة انلوك بتوفر للمستخدم مجموعة من العمليات العامة في قوائم مخصصة سهلة الوصول، سواء العمليات اللي بتتم في وضع ADB او العمليات اللي بتتم في وضع فاست بوت، ودي زي ما قلنا عمليات عامة وتقدر تستخدمها مع اغلب براندات الاندرويد باختلاف موديلاتها واختلاف المعالجات اللي عليها.
بالإضافة لتطبيق خاص بيكون مدمج داخل الأداة وخاص بإظهار صور التست بوينت لأغلب براندات الأندرويد المنتشرة، وبالتالي بتقدر بسهولة تختار وتحدد براند الموبايل وموديله، وبعدها بتظهر لك صورة التست بوينت ونقطة الاختبار والتوصيل المناسبة لنفس موديل الموبايل اللي انت اخترته. وبمناسبة التست بوينت، فلو انت لسه مبتدئ او مش مفعل أداة انلوك تول، فاحنا وفرنا لك بديل مجاني، وهو برنامج من تطوير فريق جوكر سوفت، والبرنامج بيضم مجموعة كبيرة من صور التست بوينت وكمان صور توصيلات ISP لمجموعة كبيرة من براندات الاندرويد المشهورة. والبرنامج مجاني وتقدر تحمله وتثبته عندك على الكمبيوتر، وبعدها تقدر بسهولة تستخدمه وتبحث فيه عن براند وموديل الموبايل اللي معاك، وهتظهر لك بعدها صورة نقطة توصيل التست بوينت على بوردة الموبايل، وهسيب لكم رابط البرنامج في وصف الفيديو. والميزة التانية وهي دعم أجهزة أبل على الأداة، لأن الأداة بتدعم قائمة عمليات خاصة بأجهزة أبل سواء آيفون أو آيباد، وداخل القائمة هتلاقي عمليات مختلفة للتعامل مع أجهزة أبل، خصوصا عمليات تخطي حسابات آي كلاود سواء للأجهزة الهلو سكرين واللي واقف على طلب حساب آي كلاود، أو الأجهزة الباسكود واللي مقفولة برمز قفل شاشة وباسورد. وبرضه في منتجات تانية سبقت أنلوك تول في دعم أجهزة أبل زي EFT برو واللي دعم التعامل مع أجهزة أبل من فترة طويلة، ودعم عمليات تخطي حسابات آي كلاود من بعض موديلات آيفون، وبيتم تحديثه وإضافة دعم وإضافات جديدة تخص أجهزة أبل. لكن أنلوك تول وEFT من المنتجات القليلة اللي بتدعم أجهزة أبل في واجهة وبرنامج واحد مع باقي براندات وموديلات الأندرويد. والميزة الثالثة وهي الدعم والتحديث المستمر، لأن الأداة بيتم تحديثها باستمرار وإصدار تحديثات جديدة ليها، وبيتم فيها إضافة بعض العمليات والموديلات للأداة وإصلاح بعض الأخطاء والمشاكل اللي كانت موجودة في الإصدارات اللي قبل كده. وكمان الأداة بتوفر منصات مختلفة لدعم المستخدمين زي قناة اليوتيوب الخاصة بالأداة، واللي هتلاقي عليها شروحات وفيديوهات مختلفة لطرق العمل على الأداة والتعامل مع أغلب البراندات والموديلات المدعوم عليها، وأمثلة عملية لبعض العمليات على أجهزة الموبايل، بالإضافة لمنتدى خاص بالأداة وهتلاقي فيه بعض تحديثات الأداة ومواضيع وشروحات واستفسارات عنها، بالإضافة لدعم أقسام خاصة لأغلب براندات الموبايل المنتشرة، وده غير القسم الرسمي للأداة على مواقع منتديات GSM المشهورة زي منتدى الهوستنج واللي فيه قسم خاص بالأداة وتحديثاتها وكتابة الطلبات والاستفسارات وطرح المشاكل والأخطاء اللي بتظهر فيها، وكمان منتدى مارت فيو واللي برضه هتلاقي عليه قسم خاص بالأداة وهتلاقي فيه كل ما يخص الأداة من تحديثات وشروحات وملفات واستفسارات وطلبات من الأعضاء داخل القسم. والمميزات دي هي اللي خلت الأداة تنتشر بسرعة بين فنيين السوفت وير، وتكون من الأدوات اللي ممكن يستعينوا بها في شغلهم في التعامل مع أغلب مشاكل وأعطال براندات الموبايل المختلفة، وبقت زي مرجع ومثال رئيسي لبعض المنتجات والأدوات التانية وخصوصا الأدوات المجانية منها، واللي بقت بتمشي على نفس طريق أنلوك تول. وانت هتقابل برامج وأدوات مجانية كتير بقت بتنزل بنفس شكل أنلوك تول، زي تثبيت وضع الدارك مود كوضع وسيم افتراضي وأساسي، وحتى تصميم واجهات البرامج والأدوات دي بقت بتميل أكتر لتصميم أنلوك تول وبتحاول توصل لنفس الشكل والتصميم. ومنها أدوات مجانية بتنزل بنفس التصميم تقريبا زي أداة TFT كمثال، واللي هنجيلها كمان شوية، لأن أغلب الأدوات دي بتستخدم مكتبات ديف إكسبريس، ودي عبارة عن مجموعة إضافات أو خلينا نقول مجموعة مكتبات برمجية ومخصصة لبيئة الدوت نت سواء كنت بتشتغل على فيجوال بيزك أو سي شارب. والمكتبة دي بتوفر للمطور ميزات وإضافات وتصميمات واجهات جاهزة، وبالتالي المطور يقدر يستعين بيها ويصمم واجهات مستخدم احترافية بأقل وقت وأقل مجهود، لأن فيها قوالب وسمات وإضافات جاهزة بيقدر من خلالها المطور يصمم واجهات مستخدم تكون متجاوبة وعصرية وتلبي احتياجات المستخدمين. ودي المكتبة اللي بيعتمد عليها أغلب مطورين الأدوات المجانية، وحتى مطورين الأدوات والمنتجات المدفوعة بيستخدموها برضو في تطبيقاتهم. وأداة أنلوك تول نفسها بتعتمد اعتماد أساسي في تصميمها على مكتبة ديفي إكسبريس علشان تصمم واجهة المستخدم اللي بتظهر قدامنا في البرنامج دي. وبمناسبة الكلام عن الأدوات المجانية اللي ماشية على ضرب أنلوك تول، فأنا شفت تصميمات مشابهة لأنلوك تول
لكن لفت نظري أداة TFT تحديدا، لأن الأداة تكاد تكون نسخة طبق الأصل من Unlock Tool في الشكل والتصميم. يعني لو عملنا مقارنة بسيطة بينهم هنلاحظ تشابه كبير بين أداة TFT وأداة Unlock، سواء في الشكل والتصميم واستخدام سيم الدارك مود، أو حتى في شكل وترتيب الأزرار اللي عليها خلفية لوجو وصور البراندات، وكمان شكل القوائم وترتيبها متشابه جدا. يعني لو انت مشغل الأداتين مع بعض ممكن تتلخبط بينهم، واللي عرفته ان فريق TFT هو فريق عربي، وبالتالي عايز اقدم لهم بعض النصايح، وده بشكل اخوي لو حد منهم بيتفرج على الفيديو ده، وده حبا وتقديرا ودعما لكل فرق التطوير العربية عموما واللي بتحاول تنافس وتطور منتجاتها وادواتها الخاصة. واول نصيحة هي انهم يحاولوا يعدلوا شوية على تصميم الواجهة، لانهم المفروض بيبنوا براند وعلامة تجارية، وبالتالي لازم يكون ليهم هوية بصرية وتصميم وواجهة مستخدم خاصة بيهم، لان التصميم الحالي للأداة منسوخ نسخ من تصميم Unlock Tool، ومعرفش هل هم قصدين كده وليهم خطة واسبابهم الخاصة، ولا تصميم Unlock Tool عجبهم وقالوا نصمم أداة مشابهة ليها، لانهم ببساطة يقدروا يستخدموا مكتبة ديف اكسبريس ويعتمدوا على الدارك مود برضو كسيم افتراضي واساسي لو حابين، لكن يطوروا تصميم وستايل والوان خاصة بيهم وتكون مناسبة للبراند بتاعهم. يعني مثلا هنلاقي ادوات مجانية بتستخدم نفس المكتبة والسيم الدارك، لكن بيضيفوا لمساتهم الخاصة وبيحاولوا يعدلوا على التصميم شوية علشان ما يكونش منسوخ نسخ من Unlock Tool، زي الأداة اللي قدامنا دي مثلا واللي بتعتمد على نفس المكتبة ونفس التصميم لكن بهوية مختلفة شوية زي ما شايفين. يعني مع شوية تعديلات بسيطة وخفيفة تتناسب مع ألوان وهوية البراند بتاعك هيكون الشكل مختلف شوية، أو ممكن يعملوا تصميم عادي يكون خاص بيهم بعيد عن الدارك مود، حتى لو كان تصميم بسيط وخفيف، لأن أكيد فريق الأداة بيخطط إنها تكون مدفوعة مش مجانية في المستقبل، وبالتالي هيحتاج لهوية بصرية وستايل خاص بيه يقدر المستخدم يعرفه ويفرقوا عن باقي المنتجات. والنصيحة التانية انهم يهتموا بدعم وتحديث الأداة باستمرار واضافة عمليات جديدة لها، لان العمليات الناجحة على الأداة هي اللي هتساعد في انتشارها بين المستخدمين، لاننا قلنا ان التصميم الجميل لوحده مش كفاية. والنصيحة التالتة ياريت تلغوا موضوع الهزة والحركات اللي بتحصل في البرنامج في بعض العمليات او لما نيجي نقفل البرنامج، لانها بجد مزعجة وممكن تأثر على تجربة مستخدمين الأداة. وطبعا بما انهم فريق عربي فانا بتمنى لهم التوفيق والنجاح وليهم كل الدعم. ونرجع تاني للأنلوك تول، ودلوقتي نكون وضحنا اهم مميزات الأداة اللي ساعدت في انتشارها السريع من وجهة نظري، لكن هل ده معناه ان أداة Unlock افضل منتج متوفر حاليا في ماركت GSM؟ طبعا لا، لان رغم المميزات اللي وضحناها في الفيديو ده فUnlock Tool فيها عيوب ومشاكل زي باقي منتجات السوفت وير، واولها واهمها فشل بعض العمليات عليها، لان الأداة فيها مشاكل واخطاء في التعامل مع بعض البراندات وخصوصا براندات الاندرويد اللي عليها حمايات حديثة، وهتلاقي بوستات ومواضيع لعمليات فشلة كتير على الأداة سواء لبراندات الاندرويد او لأجهزة أبل، واللي بيكون فيها مشاكل في بعض العمليات خصوصا مع اصدارات iOS الحديثة، وكمان مشاكل في التعريفات واختلاف اصدارات ملفات رام ديسك. وتاني مشكلة وهي ظهور بعض رسائل الخطأ عند تسجيل الدخول للأداة، وغالبا المشاكل دي بتكون بسبب سيرفر الأداة واللي بدوره بيتحقق من معلومات التسجيل أولا، وده علشان يسمح لك بتشغيل واجهة البرنامج. وتالت مشكلة وهي تخص تصميم الأداة نفسه، واحنا اتكلمنا كتير عن مميزات الأداة وشكلها المميز وترتيب الأزرار والعمليات عليها، لكن ده ما يمنعش ان فيها بعض المشاكل والعيوب، لان تصميم الأداة مش متجاوب في عمليات السحب والإفلات ومحتاج بعض التعديلات. يعني لو رحت بالماوس على حافة البرنامج وغيرت في حجمه وشكله هتلاقي التصميم بيتغير وبيبدأ يشوه شكل البرنامج كله زي ما شايفين كده، وبالتالي الأداة محتاجة شغل وتعديل علشان الواجهة تكون متجاوبة أكتر، أو ممكن يثبتوا حجم الواجهة على كل الشاشات بأبعاد محددة بحيث المستخدم ما يقدرش يغير حجمها، وبالتالي تكون مناسبة ومستقرة أكتر. وكمان الأداة بعد تسجيل الدخول ممكن تتأخر شوية في التشغيل وفتح واجهة البرنامج، أو تهنج شوية أثناء التشغيل، وده برضو ممكن يأثر على تجربة المستخدم. ورابع مشكلة واللي ممكن نعتبرها ميزة وعيب في نفس الوقت، وهي إن الأداة بتشتغل أونلاين فقط ولازم تكون متصل بالإنترنت، بعكس بعض المنتجات التانية
اللي بتعتمد على وجود قطعة هاردوير سواء كانت بوكس أو دونجل، والمنتجات دي بتشتغل أوفلاين بدون إنترنت، وبتكون حل أفضل وأسرع لبعض الفنيين لأنهم بمنتهى السهولة هيوصلوا الدونجل أو البوكس بالكمبيوتر ويشغلوا البرنامج ويتعامل عليه بدون إنترنت، لأننا في العالم العربي عارفين إن عندنا مشاكل كتير في تشغيل الإنترنت، ودي بعض العيوب والمشكلات اللي لاحظتها في الأداء. وفي النهاية زي ما قلتلكوا أنا بوضح لكم بعض المميزات اللي ساعدت في انتشار الأداء بين فنيين السوفتوير، لكن عالم GSM دايما في تغيير وتحديث مستمر، وبالتالي كل فترة هتظهر منتجات وأدوات جديدة هتنافس بقوة مع المنتجات القديمة وهتنزل بمميزات وإضافات جديدة، لأن برغم الانتشار السريع لأنلوك تول فبرضه هيحتاجوا للمزيد من التحديثات والدعم، لأن في منافسين كتير في نفس المجال، وخصوصا المنافس الأشرس للأداء وهو دونجل EFT برو، واللي ليه قاعدة شعبية كبيرة بين المستخدمين. وكمان الفترة الأخيرة بدأ يتم إصدار تحديثات جديدة للدونجل بشكل منتظم، وده بعد انقطاع عن التحديثات المستمرة لفترة طويلة. وطبعا المنافسة بين منتجات السوفتوير بتصب في مصلحة المستخدم والفني، لأن كل فريق من فرق تطوير الأدوات دي بيكون عايز يضيف مميزات ودعم مستمر، وده علشان يرضي المستخدم وبالتالي يستحوذ على نسبة أعلى من ماركت GSM. وبس كده، وقولولي في التعليقات رأيكم وتجاربكم مع الأداة، وهل كانت الاختيار الأفضل ليكم وساعدتكم في شغلكم ولا واجهتوا مشاكل وعيوب فيها. ولو أنا نسيت حاجة ياريت تفكروني بيها في التعليقات. وطبعا لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ويروح لف لف على فيديوهاتنا وشروحاتنا هنا على القناة، وهتلاقي فيديوهات وشروحات كتير تهمك وهتفيدك جدا في شغلك لو كنت عايز تطور مستواك في مجال سوفت وير الموبايل. واشوفكوا على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.